الجوده ديال اللحم راه كتقترن ماشي غير بالعلف، راه كتقترن حتى بالمرقد وبالارض اللي هي كبير فيها. كيف ما كنعرفوا حنا دابا السردي ديال بني مسكين ماشي هو السردي ديال وجده، ماشي هو السردي ديال الغرب. كل منطقه كتمتاز بواحد الجوده ديال اللحم ديالها، ابار العلف كيبقى هو الاخر. البرقي كاين مناطق اللي فيهم برقي زوين، مناطق اللي فيهم برقي اللحم ديالو باسل. هذاك الشيء كاين الطبق كيف ما كنقولوا بالمرقد، كتسمع الكلمه ديال المرقد كنقولوا الحولي المرقد ديالو منين كنسولوا على الارض ديالو. بالنسبه للخروف الاسباني كنظن بان من ناحيه الاعلاف وداك الشيء ما غيكونش، حنا كنعرفوا الاتحاد الاوروبي ولا الدول الاوروبيه فهاد الشيء ديال المواد الاستهلاكية كيكون عندهم واحد المعايير اللي هي صارمه، ما غتقدرش تكون شي حاجه اللي ماشي تاليه في العلف، غير كيكون اختلاف في المناخ وفي المرقد كيف ما كنقولوا. الحمله كان باسل ولا شي حاجه انا عمرني ما جربته، باش نكون صريح عمرني ما جربت، لا كان باسل ولا شي حاجه راه كيكون غير من الكريد من المرقد. كنعرفوا تما المناخ ديال اوروبا كيدير وكنعرفوا المناخ ديال المغرب كيدير، هذاك الشيء علاش كيكون اختلاف في اللحم.